مع زميل محمد الخطيب. ضعني في الصورة لديك محمد، وهل هناك إقبال على المقار الانتخابية؟ يعني أقل من نصف ساعة وتغلق صناديق الاقتراع، هل هناك ازدحام أم لا؟ نعم، دائما نقول لأن الشعب المصري هو يعني صاحب اللحظات الأخيرة أو اللمسات الأخيرة. يمكن الوضع في محافظة الإسكندرية وبالتحديد في مدرسة محمود سامي البارودي يعني تغير يعني بنسبة كبيرة إلى الآن، حيث يعني تفاجأنا بوجود عدد كبير من الناخبين الذين يعني أقبلوا على اللجنة التي أتواجد فيها الآن، وكما يعني تري خلفي هناك طابور من المواطنين الذين أتوا للمشاركة في العملية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية في هذه اللحظات. يمكن كما ذكرت بالفعل يعني قبل يعني حوالي أقل من نصف ساعة من الآن ويغلق باب الاقتراع في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية، ولكن على مدار اليوم كان هناك إقبال طبعا من جانب المواطنين الذين يتوافدون على المقار الانتخابية، ولكن طبعا بنسب مختلفة. يمكن في الساعات الأولى من صباح اليوم كانت نسبة مشاركة الشباب هي المتصدرة المشهد في الساعات الأولى من صباح اليوم، ثم بعد ذلك بدأ يتغير المشهد قليلا بقدوم عدد من يعني كبار السن والرجال والسيدات، ثم بعد ذلك بدأت عملية الإقبال يعني تنخفض شيئا ما، ثم زادت بعد يعني ساعات العمل الرسمية، والآن قبل نصف ساعة أو أقل من نصف ساعة بالفعل عدد كبير من المواطنين يتوافدون للمشاركة في العملية الانتخابية. المشهد الانتخابي بشكل عام منذ الصباح في محافظة الإسكندرية هو يسير بشكل مرتب جدا ويعني بشكل يعني منظم، الجميع يعني ملتزمون بالقواعد الانتخابية ولا توجد هناك أي خروقات أو تجاوزات. نتحدث عن كتلة تصويتية كبيرة في محافظة الإسكندرية، نتحدث عن حوالي 4,300,000 ناخب من يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية في هذا الاستحقاق الانتخابي الهام في تاريخ مصر. تم توزيعهم على 18 لجنة عامة و340 مركز انتخابي و533 لجنة فرعية، هذا بالإضافة بالتأكيد إلى 36 لجنة خاصة بالمغتربين لكي يكونوا طبعا يعني مشاركين في هذا الاستحقاق الانتخابي. نعم. هذا فيما يخص الانتخابات بشكل عام، ولكن أيضا نشير إلى الترتيبات الأمنية الكبيرة التي يعني حدثت والتي تم ترتيبها على مدار الأيام الماضية في شوارع وميادين الإسكندرية وإدارة المرور التي تقوم طبعا يعني بشكل مستمر بعدم وجود يعني تكدسات او زحام وتيسير على المواطنين اللي كانوا يكونوا متواجدين في مقرهم الانتخابيه بشكل نعم. مستمر، ولا يوجد هناك اي عوائق تعيق العمليه الانتخابيه. ابقى معنا محمد الخطيب من محافظه الاسكندريه.